أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم تحت القبة. ونحن على أعتاب برلمان جديد بدأ الكثير من المواطنين للإعلان عن أنفسهم لخوض المعركة الانتخابية 2020، وكل منهم يرى أنه أفضل من يمثل دائرته الانتخابية. شعار حملته واحد مننا، لقبوه بالقائد وبالكابتن وأوقات بالجوكر وأخيرا نائب الشارع. ضيفي النهاردة رمز من رموز محافظة الدقهلية. ضيفي النهاردة ابن من أبناء قرية تفاهنا الأشراف، مركز ميد غمر دقهلية. ضيفي وضيفكم اليوم هو أستاذ أمين القرموطي، نائبا عن دائرة ميد غمر لعام 2020، المرشح المحتمل. لكن في سؤال بيتردد معايا كتير، أو أنا شفته في بعض الصفحات على بعض الجروبات، بيقول وبيتردد على لسان محبيه، بيقول ليه أمين القرموطي؟ رجل مثقف ذو فكر، تتلمذ على يد أساتذة العمل العام والعمل الخدمي، أدار مؤسسات ونجح في إدارتها، لديه كاريزما لإزالة الصعاب وحمل كل المشاكل والأزمات، أجاد التعامل مع كل الجهات في الدولة وفي الوزارات، ونتج عن ذلك قضاء معظم حوائج الناس. معظم الشكاوي التي عاصرها في التموين والغاز من عام 2011 قام بحلها. ساهم في مشكلة البطالة بعلاقاته، وقام بتعيين أكثر من 800 شخص على مدار 15 عام سواء حكومي أو خاص، وما زال الباب مفتوح. من القلائل التي ظهرت في حل أزمة كورونا على مستوى المحافظة، لدرجة أنه أصيب بهذا المرض. هو من ساعد في فك كرب بعض الناس بعد الله عز وجل في حالات كثيرة على نفقة الدولة. دي بعض من أعماله على سبيل الحصر، وأعمال كتيرة جدا لم نتوصل إليها، وده كان سبب، وده كان على لسان محبيه. ونطلع مع بعض نشوف تقرير عن أستاذ أمين القرموطي، وإزاي كان استقبال أهل دايرته لينا وكل الناس اللي بتحبه، وقد إيه الناس دي أجمعت على حب هذا الرجل. نطلع معاكم تقرير ونرجع لكم تاني، استنونا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنرحب معايا بضيفنا أستاذ أمين القرموطي، المرشح المحتمل عن دائرة ميد غمر لعام 2020. أهلا بحضرتك أستاذ أمين، نورت مدينة الإنتاج الإعلامي، نورت قناة الصحة والجمال، ثم برنامجنا تحت القبة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ بشرى. أهلا بيك. أولا أنا بعتذر لكل اللي إحنا عملنا معهم تقارير، كم ناس كبيره جدا احنا عملنا معهم تقارير كتير جدا من اهل بلدك ومن اهل دايرتك، وبنعتذر لان في الكنترول قالوا لي وقت البرنامج ما يكفيش ان احنا نعرض التقارير دي كلها، لكن احنا طبعا بنقول لكل الناس ديت استاذ امين بيشكركم، وفي نفس الوقت بنقول لهم ان احنا عارفين ان انتم داعمين ومؤيدين لهذا الرجل بقلوبكم وكل اشكال الدعم. فبنعتذر للناس اللي احنا عملنا معاها تقارير وما زعناهاش. وبرحب بضيفي استاذ امين، تقول ايه لكل محبينك من اهل دايرتك ولكل الناس اللي بتدعمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبينك ومنا بالحق، وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. طبعا انا بشكر كل اهلي واهل بلدي وكل اصدقائي في جميع قرى مركز ومدينه ميد غمر. بجد انا طبعا يعني جميل كل ده على راسي، وانا ان شاء الله ربنا يقدرني واكون عند حسن الظن، وهتتعبوا معايا شويه بس ان شاء الله باذن الله هتلاقوا نائب متميز مختلف باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. في سؤال عندي اخذته من على بروفايلك، بيقول كل المحايدين اللي بيكتبوا عن الانتخابات اتكلموا بالخصوص عن حمله امين القرموطي بانها، أستاذ محمود الدهتوري قال، وده ناقد ومحلل انتخابي قال، أهم ما يميز حملة أمين القرموطي أنها كلها من محبيه وأصدقائه ومن كبار العائلات في جميع القرى على مستوى الدائرة. تقول إيه
او رايك ايه في اللي اتقال عنك على بروفايل اصدقاء ليك؟ هو في البدايه هو قصه الترشيح ما جاتش من ان انا صبحت علقت يافطه او نزلت اعلان ترشيحي. هو قصه الدعم جت من ان انا استاذنت اهل دايرتي اكتر من 40 قريه، استاذنت كبار العائلات فيها والاصدقاء، واستاذنت اهل قريتي بالكامل، جميع رموز عائلات قريتي استاذنتهم ان انا لو اترشحت هيكون موقفهم ايه. فبالتالي اصبح النهارده الناس ديت حابه ان هي تكون واقفه جنبي، لانه انا اديتهم الاحقيه واديتهم دورهم، وانا ده طبعا واجب ان انا استاذن اهلي واصدقائي وكل محبين في كل القرى. وده لو كل واحد يعني خد المنهج ده اعتقد هيعرف له شعبيه ولا لا. استاذن حضراتكم، معانا مداخله. الو الو، السلام عليكم. الو استاذه رشا. الو، ايوه ايوه استاذه رشا، استاذه رشا ابو الحسن مذيعه عندنا بقناه الصحه. ايوه، ازيك استاذه، عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا بشرى الورداني منوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي حبيبه قلبي. طبعا انت غنيه عن التعريف، استاذه رشا ابو الحسن مذيعه برنامج ساعه مع رشا ابو الحسن على قناه الصحه والجمال. نورتينا ونورتي اسره البرنامج. حبيبتي ده نورك والله، وبالتوفيق ان شاء وطبعا الله. عايزه اقول ان استاذه رشا صديقه تعتبر من اصدقاء المقربين لاستاذ امين القرموطي على المستوى الشخصي. اتفضلي حضرتك. استاذ امين، مساء الخير يا استاذ امين القرموطي، يعني حضرتك منور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا استاذ رشا، ربنا يبارك فيك. استاذ امين الاخ والصديق العزيز الغالي، ومن اكثر الناس اللي انا شخصيا استفدت منهم يعني على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد السياسي وفي العمل وفي كل المجالات تقريبا اللي احنا اتعاملنا فيها مع بعض، وخصوصا المجال السياسي. يعني للامانه يعني انا طبعا شهادتي فيك مجروحه يا استاذ امين، انا عارفه على راسنا يا استاذه رشا، يعني لكن للامانه طبعا الامانه بتحتم عليا ان انا النهارده لما اتكلم عن استاذ امين القرموطي لازم ااكد ان الراجل ده بامانه مستحيل ولا مره ان هو اتاخر علينا في اي معلومه او كان في نصيحه ممكن يديها لنا واتاخر علينا فيها. من اكثر الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها خلوق ومحترم وما شاء الله عليه خبره جدا في العمل السياسي وخدوم لاقصى الدرجات، ودي انا كنت بشوفها بعيني فعلا طول الوقت يا استاذه بشرى. لما كنا يعني اكتر اوقات مع بعض من خلال شغلنا مع بعض كان طول الوقت تليفوناته دي ما بتبطلش خدمات. استاذ امين غني عن التعريف والله، بامانه والله والله العظيم كان يسيبنا في اي مكان ويقول اصل انا جاي لي مكالمه، في حد عاوز مني خدمه، عايز اروح مش عارف فين. طول الوقت اصلا تكلميه بصي تلاقيه في مكان بيعمل خدمه لحد، يعني بجد الراجل ده انا حاسه ان هو حياته كلها. بنشكرك يا استاذه رشا بنشكر حضرتك على الكلام على المداخله، وبنشكر حضرتك ونكمل حوارنا مع استاذ امين. سؤالي ليك دلوقتي، الحاج صلاح عطيه رمز من رموز تفاهنا الاشرف بل من مؤسسي هذا البلد، هل الحاج صلاح عطيه كان له اضافه في حياه امين القرموطي على المستوى الشخصي؟ استاذه بشرى، لما نتكلم عن الحاج صلاح عطيه، الحاج صلاح عطيه مش اضافه لامين، ده اضافه لكل انسان على ارض مصر. جميل. الراجل ده دي حقيقه فعلا. الراجل ده صدر يعني عمل معاهد في كل جميع جمهوريه مصر العربيه، عمل مساجد. الراجل متواجد في كل قرى مصر، يعني مفيش حته تروحيها لما يقول لك في الحاج صلاح عطيه. فاكيد طبعا هو له فضل عليا وله فضل على كل من هو عارف الحاج صلاح عطيه. ده شخصيه كبيره جدا ونعتز بيها، وده نموذج يعني التاريخ هيكتب عنه طول العمر. كان ليه مواقف في حياتك استاذ امين؟ طبعا طبعا انا كنت مقرب منه جدا. كان من الناس المقربين، انا كنت من الناس المقربين جدا واستفدت منه كتير قوي. وكان كاريزما عاليه وقياده، قياده الحاج صلاح عطيه قياده ما شاء الله يعني. فطبعا ده يعني انا من حظي ان انا اتعاملت معاه كتير واستفدت منه كتير وكنت باخد منه. كان حظ البلد كلها، لانه طبعا اسس حاجات من الحضانه الى الجامعه، ده من حظ البلد كلها طبعا. ده طبعا رمز زي ده، انا على ما اعتقد ان فخر ليكم طبعا ان تكون الحاج صلاح عطيه تفاهنا الاشراف، او انتم من تفاهنا الاشراف بلد الصلاح. دي فخر لكل مكان اي حد بيروحه فعلا. الحاج صلاح عطيه اسس من الحضانه للجامعه.
يعني دي طبعا الامور مش على قد تفاهنا، بل في كل مكان على ارض مصر موجود صلاه عطيه اسمه عليها ربنا رحمه الله عليه، وربنا يجعل ناس كتير يعني تمشي على منهج هذا الرجل. سؤالي اللي جاي بيقول: عذرا يا ساده، وانا دايما لاحظت على بروفايلك انك دايما قبل ما بتقول اي مقوله دايما تقول عذرا يا ساده، ومش عارفه ليه، يمكن انت توضح لنا دلوقتي. عذرا يا ساده، اقسم بالله لو يعلم تجار وسماسره الانتخابات راي المرشحين والناخبين فيهم لاغلقوا على انفسهم الابواب. حسيتها رساله اكتر من انها مقوله. ايه الرساله اللي بتوجهها؟ هو طبعا في السؤال يعني ده يعني هو يعني السماسره ما بيشهدوش بالحق. هم بيستفادوا من مين؟ انما دي مش شهاده، يعني سماسره انتخابات وده موسم بالنسبه لهم. وانا طبعا يعني اتمنى ان 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 كل مواطن ياخد باله من الكلام ده كويس، وياخد باله ان مش يعني اللي بيوجهه ده مين، واللي جاي يقول له انتخب ده مين، هل فيها شيء من شيء الامور الشخصيه، ولا فيها مصلحه، ولا فيها، ولا هو يعني مين اصلا اللي بيوجهك مين؟ طبعا لابد النهارده ان احنا نكون واخدين بالنا من دي كويس جدا، وطبعا لان احنا بنتكلم على 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 مجلس نواب، ناس هتتغير في امور كتيره جدا في البلد، واعتقد ده مش منصب قليل عشان أكيد النهارده أكيد ندي فرصه للسماسره ان هي تدخل ناس لا تفقه شيء عن ال عن 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 حقوق المواطنين والواجبات المفروض النهارده والدور المفروض يقوم بيه عضو مجلس النواب. يعني فطبعا يعني لازم ناخد بالنا من دي كويس جدا. اما بحكايه عذرا يا ساده، فطبعا انا بحسس شويه وانا بوجه رساله، خصوصا يعني ان انت بتكلمي مواطنين اعزاء شرفاء، فبتنبهيهم بشكل نوع من نوع طبعا يليق بيهم، من نوع التنبيه. معايا مداخله. قالوا استاذ محمد سليم، اهلا بحضرتك. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل استاذ محمد. ازيك يا استاذ امين؟ ازيك محمد بيه، اخبارك؟ ازيك يا استاذ اشرف؟ اهلا بحضرتك استاذ محمد سليم، غني عن التعريف. منورين يا فندم، منورين. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، اتفضل. أهلاً يا استاذنا. والله احنا لما نيجي نتكلم عن الاستاذ امين القرموطي، يعني شهادتنا فيه مجروحه بحكم ان احنا عن قرب عارفين مين امين القرموطي. الاستاذ امين القرموطي يعني بنشهد له جميعا. طب بنشهد. فاصل ونرجع. الو؟ ايوه يا فندم. الو؟ معلش، أيوة في مشكله بس في الكنترول، اسفه جدا. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل. الاستاذ امين القرموطي ابن تفاهنا الاشراف، احنا بنعتبر الاستاذ امين. طب نكمل مع استاذ امين، لان تقريبا في مشكله في الكنترول، بس على ما يحلوها واستاذ محمد سليم يعاود الاتصال بينا مره ثانيه نكمل مع استاذ امين. ايه المشكله استاذ امين اللي انت شايفها في دايرتك من اهم المشاكل اللي انت هتهتم بيها لو تم ترشيحك كنائب برلماني لسنة 2020؟ ايه المشكلة الكبيرة اللي انت شايف ان هي يعني ان هي هتاخد مجهود ولازم تتحل قبل اي مشاكل، لها الاولوية قبل اي مشكلة؟ هو طبعا المشاكل كتيرة، وانا اهلنا يستحقوا الكتير مننا، ويستحقوا ان احنا نبذل مجهود منهم مش قليل. طبعا عندنا مشاكل الفلاح، طبعا دي من اولوياتي. الفلاح طبعا ده طبعا يعني له حقوق علينا كتيره جدا، وطبعا الامور يعني لازم نبقى الامور يعني واضحه للجميع ان الفلاح بيعاني من مشاكل كتيره جدا، مشاكل كتيره جدا. عندنا موضوع الـ 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 الفلاح يعني احنا بنقدره، لان انا فلاح ابن فلاح، وانا يعني عارف مشاكل الفلاح كويس جدا. ولازم النهارده نرجع للدورة الزراعية تاني، ولازم نرجع لموضوع دعم الفلاح بالسولار في عملية الري، ولازم نتكلم على التأمين الصحي للفلاح بشكل أكبر شوية.
وعندنا طبعا مشاكل كتير جدا في الصحه وفي التعليم، فاحنا ان شاء الله الموضوعات كتير جدا وفي المحليات يعني، فان شاء الله باذن الله انا واحد شعار حملتي واحد مننا، فانا عارف كويس قوي الـ يعني اهل دايرتي مدى المعاناه، لان انا واحد منهم وعايش في وسطهم وعارف مدى مشاكل اللي هم بيعانوا منها. ربنا يقدرنا ان شاء الله ونكون عند حسن ظنهم ونقدر ان شاء الله نقوم بالدور اللي هم متعشمين منه ان شاء الله اذا وفقنا باذن الله. باذن الله باذن الله. معايا اتصال من استاذ نبيل، اتفضل. الو. السلام عليكم. الو. ازيك يا استاذ، عامله ايه؟ ازاي حضرتك استاذ نبيل من القاهره؟ منوره الدنيا. انا عايز اسلم واديك ترشيح الاستاذ امين القرموطي، حيث ان الاستاذ امين القرموطي ده من ضمن الشباب اللي هم خدموا، وهو من بدايه انا اصلا من القاهره، عايش في القاهره في حلوان، ولكن الحقيقه بزكي وارشح واساند الاستاذ امين القرموطي، حيث ان طول عمره في خدمات سواء بلد تفانى الاطراف او مركز الامر كلها او محافظه الاسماعيليه او خارج المحافظه كمان. استاذ امين سامع حضرتك اهو. فالحقيقه الاستاذ امين من احسن وافضل المرشحين في دائره متغمر، فكلنا نقف جنبه، وبقول له كل دارس من غمر اللي انا اصلا مش متغمر يساندوا الاستاذ امين القرموطي فيما له من قوه شخصيه، ثانيا قوه في الحديث، خدمات الناس زياده، كل من له خدمه هيجدها عند الاستاذ امين القرموطي ان شاء الله، ونقول له مبروك مقدما والف مبروك لامين بيه القرموطي. شكرا لحضرتك وصوتك وصل لاستاذ امين. و معانا اتصال اخر، استاذ محمد سليم عاود الاتصال معانا، اتفضل حضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور. معلش احنا اسفين لان الكنترول كان في بس عطل فني، ف اتفضل حضرتك. مساء الخير يا فندم. الاستاذ امين القرموطي شخصيه احنا بنعتز بها على المستوى الانساني وعلى المستوى العمل العام والشعبي في محافظه الدقهليه بالكامل. فالاثر اللي سابه الاستاذ امين القرموطي، لاحظنا كل اللي حضرتك بتقوله ده استاذ محمد، لاحظنا كل اللي حضرتك بتقوله ده اثناء التقارير اللي احنا عملناها، ان الناس كلها بتحتفي فعلا باستاذ امين. اتفضل. يا فندم كمل حضرتك. الاستاذ امين صاحب باع طويل في العمل السياسي والعمل العام، هو بدا العمل العام وهو ابن 20 عام، استطاع ان يكون عضو مجلس محلي محافظه بانتخاب في وسط عمالقه السياسه وهو 27 سنة، فده كان يدل على نبوغ الأستاذ أمين في العمل العام والعمل الشعبي. استطاع أن يجد لاسمه مكانة في وسط جميع السياسيين والشعبيين على مستوى محافظة الدقهلية بل على مستوى الجمهورية، فأصبح يشار لاسم أمين القرموطي بالبنات في كل مكان. بنشكر حضرتك يا أستاذ محمد، لأن معانا كم اتصالات كبير جدا، ومن الواضح ان الناس كلها سعيده جدا بتواجدك معانا استاذ امين. معايا تليفون، كنت تقول بيقول لي معايا تليفون. مين؟ الو. الو. من الواضح ان الخط فصل. اكمل مع حضرتك. من الواضح ان الناس كلها بصراحه يعني مستنيين الحلقه بتاعت حضرتك. في سؤال عندي بيقول ايه الوعد اللي انت توعده لأهل دايرتك من خلال برنامجنا، وهنسجله عليك، هنسجله عليك، وهيظل سيف على رقبتك ستفي به من خلال جلوسك على كرسي البرلمان ولن تتملص منه؟ ايه الوعد اللي انت ممكن تقوله وهناخده عليك؟ سوف تظل. طب قبل الوعد ناخد معانا اتصال، اسفل حضرتك معلش. الو. دكتور سيد اتفضل حضرتك. الو يا دكتور. الو. طب يا ريت تعود الاتصال مره اخرى. دكتور سيد اتفضل حضرتك. استاذ امين سوف تظل ايادي بيضاء الى اخر يوم في عمري، سوف اظل خادما لاهلي سواء اوفق او لم اوفق، سوف اظل قاعد في بلدي عايش مشاكلهم، حاسس بيهم، هعرف كل ما يحسه المواطن او مشاكل المواطن بشكل ان شاء الله باذن الله فيه من نوع الاهتمام والقوه. ان شاء الله اهلنا يستحقوا كتير مننا، فانا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اوعد اهل دايرتي ان شاء الله اذا كنت ربنا هشوف عضو مجلس نواب مختلف خادم للجميع، هوصل صوتهم في كل مكان،
بقدر المستطاع ان شاء الله نحل كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها، وانا عشان انا واحد منهم حاسس بيها، فان شاء الله مش هتغير وهدني خادم لكل اهل الدائره، وربنا سبحانه وتعالى يوفقني واكون عند حسن الظن، لان دي طبعا امانه امام ربنا سبحانه وتعالى، وامانه كبيره جدا هم هيحملها لي، لان هم هيولوني ان شاء الله اذا قدر ربنا على المكان ده، فانا هحاسب اذا انا قصرت، وانا بخاف ربنا سبحانه وتعالى، لان انا من الناس اللي اعرف ربنا سبحانه وتعالى، يعني بخاف ربنا قوي ان شاء الله يعني. طب معايا اتصال استاذ محمود، اتفضل. استاذ ممدوح، حاج ممدوح نجاح. اسفه جدا استاذ ممدوح، اتفضل. يا مدام بشرى، احنا فاتحين الشاشه قدام مننا ومفيش صوت جاي خالص. يا ريت الصوت. طب الكنترول يا جماعه، انا بناشد الكنترول، معلش يعلي الصوت شويه. مفيش صوت خالص يا مدام. طب شكرا لحضرتك، شكرا، احنا اسفين جدا. انا بناشد الكنترول، معلش يشوفوا مشكله الصوت دي. ايه؟ شكرا حضرتك استاذ ممدوح، ويا ريت تعود الاتصال بينا مره اخرى. استاذ امين القرموطي، ده تنويه بيلتمس من اصحاب القلوب الرحيمه، احد ابناء دائرته متغيبه من يوم الثلاثاء 20/10/2020، دعاء عبد الحميد خطاب، السن 16 سنه، اولى ثانوي، ضماس، ميت غمر. يا ريت الكنترول ينزل لي بالصوره بتاعه انسه دعاء عبد الحميد خطاب. كنترول لو سمحت ينزل لي بالصوره. طب دقيقه بس على ما ينزلوا لنا بالصوره بتاعه دعاء. استاذ امين، سمعت حد من اهل دايرتك اثناء ما انا كنت بعمل التقارير بيقول لو الانتخابات مشيت نزيهه، لو الانتخابات مشيت بنوع من النزاهة، أستاذ أمين القرموطي هيكتسح وهينجح. تثق في قضاء بلدك؟ طبعاً، ده طبعاً الحاجة الوحيدة اللي ما اقدرش أتكلم فيها. كل التحية والتقدير لقضاء مصر الشامخ، طبعاً دي الحاجة الوحيدة اللي احنا ما نقدرش نقول فيها كلمة يعني، وإحنا واثقين تماماً إن شاء الله إن قضاء مصر قضاء عادل، وإن شاء الله بإذن الله، لان هو طبعا ده حاجه طبعا ما فيش فيها كلام يعني. فان شاء الله باذن الله، فعلا باذن الله احنا عندنا كل الثقه في قضاء مصر، وعندنا كل الثقه ان شاء الله الانتخابات هتتم بشكل نزيه جدا، وان شاء الله بس بنطلب من المواطنين وبنطلب من اهل الدائره النزول ويشهدوا شهاده امام ربنا سبحانه وتعالى، وادرس المرشح كويس قبل ما تختاره، وخلي بالك ان لازم تبقى عارف كويس قوي ان دي شهاده امام ربنا. وانا بطلبك واقول لك لو انا وحش ما تنتخبنيش. طب معايا ثانيه واحده استاذ امين، صوره دعاء عبد الحميد خطاب، السن 16 سنه، اولى ثانوي، ضماس، ميت غمر، ده اهليه، ودي من اهل دايره استاذ امين القرموطي، واستاذ امين بينوه وبيلتمس من اصحاب القلوب الرحيمه، احد ابناء دائرته متغيبه من يوم الثلاثاء 20/10، فيا ريت كل من يستدل على اي معلومه يتصل بارقام التليفونات الظاهره امامكم على الشاشه. ودي دعاء من ضماس، ويا ريت تسيبوا الصوره بس شويه، دقيقتين كده او دقيقه، وده بناء على اتصال. طب سيبوا الصوره حضراتكم وناخد اتصالات، ده طلب استاذ امين ان الصوره تدنها بس دقيقه، ربنا ان شاء الله دقيقتين وباذن الله. طبعا انا كل دعم لاهلها وتحت امر اهلها، واحنا متضامنين معاهم، وربنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يلاقوها، وان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه باذن الله ان شاء الله. لفته جميله من حضرتك استاذ امين، ربنا ان شاء الله. ناخد اتصال من عبير. الو. السلام عليكم. ايوه عبير، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. منور الدنيا كلها. الله يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. منور يا استاذ امين. الله يخليك يا استاذ امين، اتفضلي. استاذ امين سامعك. كل الدعم والتأييد للاستاذ امين القرموطي. كل الدعم والتأييد، وصوتكم كلكم واصل لاستاذ امين. شكرا لحضرتك استاذ عبير. يا ريت دي دعاء، ونتمنى ان ربنا يرجعها لاهلها سالمه باذن الله.
روشتة توجيهية إرشادية توجهها للناخبين في انتخابات مجلس النواب؟ هو طبعا الناخبين لازم ياخدوا بالهم يعني ان دي فرصه ان يخرجوا، لان هم بيطالبوا بالديمقراطيه، فدي فرصه. واطلب الشباب بالذات، يا ريت الشباب يخرج والمراه تخرج. النهارده المراه بتاخد 25% من عدد مجلس النواب، والشباب له تمثيل مشرف. فانا بطلب من الشاب ان شاء الله ان ينزل ويقول رايه، لان ده رايه يهمنا. وبقول لجميع شباب مصر، شباب مصر بخير، ومصر دوله شابه. فانا بطلبهم وبطلب كل الناخبين ان النهارده تتحرك دقه في اختيار المرشح، وتختاره على اسس يعني هل النهارده، وتقرا تاريخه كويس، وتشوفه هل النهارده هو له في العمل العام ولا ملوش، قادر نحل مشاكلهم ولا مش قادر. بلاش نمشي ورا الاشاعات. واتمنى من كل المرشحين، من كل المرشحين ال 35 اللي انا بحترمهم وبقدرهم جميعا، ان احنا لا خوض في الزمم والاعراض، عاوزينها منافسه شريفه. كل واحد ينشغل بنفسه وينشغل بالبرنامج بتاعه، وينشغل ازاي النهارده ان هو يقدر يوصل صوته للناخب، ويقدر الناخب يشوفه على ارض الواقع ويقتنع بيه. واكيد لو ما تمش يعني ان ربنا ما اردش، وده طبعا بتوفيق من عند ربنا، ان ربنا ما اردش ليك خوض هذه المعركه في الدوره ديت، اكيد انت هتبارك للي هياخد حتى في الدوره دي، بل هتدعمه بكل الدعم اكيد. استاذه بشرى، دي مباراه كوره لازم لما تنتهي نسلم على بعضنا. جميل. وانا شخصيا بكلم ال 35 مرشح وبتمنى لهم التوفيق جميعا، وحاطط ايدي في كل مرشح شريف بيقدر ان هو يعني عنده رساله عاوز يوصلها، او عنده او عاوز يدافع عن حقوق الناس. فطبعا دي طبعا امور طبيعيه، فانا بقدرهم كلهم وبحترمهم، وبقول يا ريت احنا ان شاء الله يبقى رحنا يعني مع بعض على اعلى مستوى، ونقدر بعض ونحترم بعض. كلنا لنا اسر، وكلنا لنا اهالي، وكلنا لنا بلاد، ونبعد عن المشاكل. والموضوع مش صدقيني يعني احنا المفترض ان احنا نتعامل باللي اهلنا ربنا عليه، يعني احنا ملناش علاقه. انا شخصيا لما بيقولوا لي في حد اساء ليك ما بردش، ولا بعامله بنفس معاملته يعني. ودي صفات الرسول عليه السلام، يعني انا مش بشغل نفسي. هم عاوزين يعطلوني، اي حد عاوز يعطلني انا مش بشغل نفسي. انا ازاي ان انا اوصل للناخب، واوصل ازاي ان انا يعني اعرض عليه الشخصيه اللي قدامه. وطبعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني في كل الحالات ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني باذن الله يعني يوفقنا، وان كان فيها خير اهلا بيها، ما فيش فيها خير باذن الله. معايا اتصال من الاستاذ الحسيني، واستاذ امين بيناشد الكنترول، اي اتصال جاي دخلوه، ما تقولوش لحد لا، لان احنا جاي لنا كم اتصالات كبير جدا. استاذ الحسيني اتفضل. السلام عليكم يا فندم. اتفضل حضرتك، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام استاذ الحسيني، اتفضل اتفضل حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. انا طبعا سعيد جدا بوجود الاستاذ امين القرموطي، مرشح دائره مركز ومدينه نطامر، حاجه تشرف فينا في العمل السياسي والعمل الخدمي والعمل الخيري. امين بنعتبره من الشخصيات البارزه على مستوى الحفظ ليا، كشخص له باع طويل في العمل السياسي والخدمي من اكثر من 20 سنه، وهو صديق شخصي على المستوى الشخصي، وانا بدعمه وبصفتي قاضي لمحافظه الدقهليه كقاضي عرفي، بقول كلمه حق في امين القرموطي. انا صوتي لامين القرموطي فعلا يعني، وصوتي. انا وكل اسرتي واهل بلدي ان شاء الله بندعم امين القرموطي لما له من العمل الخدمي وباع طويل في الخدمات، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. وسعيد جدا بوجوده مع حضرتك في القناه. شكرا لحضرتك. معانا اتصال اخر من استاذ سيد. الو 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 استاذ. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل يا استاذ سيد. انا حضرتك بشكر حضرتك والقائمين على قناه الصحه والجمال، وبحيي حضرتك وجميع القائمين على قناه الصحه والجمال. شكرا لحضرتك يا فندم. انا بدعم الاستاذ امين القرموطي، الراجل صاحب الاخلاق اللي متربي على طبليه ابوه. انا اساسا مش من تفاهنا، انا من علبة القراش على فكره. الراجل ده راجل خلوق وراجل خدمات ل 20 عام، بيته مفتوح للصغير والكبير، والله اشهد على ذلك. انا اولا عندي 60 سنه، مش عاوز منه حاجه،
بس انا بشهد ان الاستاذ امين القرموطي قائم على خدمات الناس 20 عام، بيته مفتوح ليل ونهار لا يكل لا يكل ولا يمل. ف متفقنا وجوده مع حضرتك، انا بدعمه انا وابنائي وكل الناس في جميع انحاء دقان. شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك وصوتك وصل استاذنا الاستاذ امين. معايا اتصال اخر. الو الو. طب انقطع الاتصال يا جماعه معانا، ويا ريت يعود الاتصال بينا. طب استاذ امين بينشد الكنترول، اي اتصال تدخلوه دلوقتي معلش. كنترول سامعني؟ اي اتصال. استاذ امين بيقول لكم لان في كم اتصالات ما شاء الله جاي لنا ليك، فاستاذ امين بينشد الكنترول، ما تقطعوش الاتصالات عن حد وخلوا الناس كلها معانا على الهواء. حاجه معايا تاني؟ طيب نكمل على ما يحاولوا لنا بس الاتصالات. شعار حملتك واحد مننا، ليه اخترت الاسم ده وليه اخترت الشعار ده؟ ما هو فعلا انا واحد منهم، واحد من اي متواجد معاهم باستمرار طبعا. طب استاذة بشرى اقول لك حاجه، انا ما بحبش اشوف حد قدامي في كربه واسيبه او بيتالم واسيبه. جميل. جبر الخاطر ده على الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. فطبعا يعني انا بحس بسعاده كبيره جدا 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 جدا، بحس بسعاده مختلفه يمكن ما يحسهاش غير الشخص نفسه. احنا لما بنعمل حاجه للشخص بنحس بسعاده اكتر منه، وانا بحس براحه نفسيه. انا الصبح الناس بتقول يا رب اكسب فلوس، انا يا رب اكسب خدمات ويا رب اكسب ثواب. يعني انا الموضوع انا هربت يعني حياتي كلها لهذا العمل، وراضي باللي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني، والامور تمام وربنا مبارك في اولادنا والحمد لله رب العالمين. واحد مننا انا فعلا واحد منهم، انا عايش في وسطهم باكل زيهم وبعد على المصطبه وبعد على في النادي وبعد في الغيط، وانا واحد منهم. فبالتالي هم حاسينها يعني، انا مش اللي بيموت في حادثه اول واحد بيجيبه، واللي في مستشفى بيعمل عمليه في ظهره. فالحمد لله ان انا بقضي كل حياتي كلها في المستشفيات مع الناس ومتواجد معاهم في افراحهم وفي احزانهم. ما هو الجميل ان انت تكون فعلا متواجد، عشان كده احنا بنقول واحد مننا. واحد مننا يعني عايش وسطينا، يعني وقت ما ان حد هيحتاج اي خدمه هيجي هنلاقيه، محتاج اي طلب ان انت تلبيه له هيلاقيه. فعشان كده بنقول ايه واحد مننا. معايا اتصال استاذ موسى. استاذ مسعد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل اتفضل استاذ مسعد. اهلا اهلا بحضرتك، اتفضل. استاذ امين منور الدنيا. الله يخليك يا استاذ مسعد. اتفضل. بقول لحضرتك يعني انا من النوع اللي كنت بروح ادي صوتي والسلام عليكم. وعليكم السلام. اول مره في حياتي انا 55 سنه. ربنا يديك طول العمر يا فندم، ربنا يديك طول العمر. اول مره في حياتي اخرج مع مرشح والف معاه وبنلاقي مقابلات لا تحصى ولا تعد، وناس كلها لوجه الله بلا مقابل بلا، لان هو خدماته مغطيه كل ما يعني كل اللي نقوله من هنا للسنه الجايه مش هنكفي. استاذ امين محبينه كتير ما شاء الله. كتير كتير جدا كتير جدا. ودخلت المصالح الحكوميه لجواد احواج الناس، يعني مش لمصلحه حد بعينه. يخش على المسؤول حضرتك يقول له يا امين مفيش الا انت اللي كل يوم والتاني عندنا. فده كله بفضل الله، بفضل ضاع والدي الله يرحمهم، بفضل ضاع كل الناس الكويسه، وربنا يوفقه يا رب. وان هو يستاهل يستاهل مليون مره يكون عضو مجلس نواب عشان يحاسب الناس وعايش في وسطهم. وان شاء الله ان شاء الله هنبارك له باذن الله باذن الله تعالى. باذن الله يا استاذنا، وشكرا ودعمكم واصل لاستاذ امين وكل الدعم والتأييد لاستاذ امين القرموطي، وبنشكر حضرتك. استاذ امين القرموطي، هل حمله الانتخابات حمله انسانيه ام معركه انتخابيه؟ ويا ريت بسرعه عشان الختام. هو طبعا انا بحاول اتواصل مع الناس جميعا يعني، وبحب اوصل لهم بنفسي واسلم عليهم بنفسي. الست تدعي لنا يعني، فالحمد لله رب العالمين. يعني هي طبعا في وسط الحمله بلاقي امور كتير جدا بنحلها برضه الحمد لله رب العالمين.
فبالتالي هو يعني احنا بنسعى بكل يعني قوه، وهو مجهود طبعا دايره واسعه جدا، عندنا 52 بلد خلاف مدينه متغامر، فده طبعا يعني يعني في شهر طبعا الموضوع شكل جدا. شكرا لحضرتك استاذ امين، كان معكم على الهواء مباشره بشرى الورداني، وبشكر ضيفي وضيفكم استاذ امين القرموطي عضو مجلس الشعب المحتمل لعام 2020. كان معكم استاذ امين القرموطي، والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام.